الأنشطة اللامنهجية تؤدي بالنهاية إلى تفعيل دور الطالبات، خاصة اللواتي قمنا على هذا المشروع الذي هو في النهاية بازار خيري للطالب المحتاج، فهو عملية تضامن وتفاعل ما بين الطلبة بشكل عام، وأخص بهذا المشروع وهو الذين قاموا عليه الطالبات الجامعة فلسطين التقنية. اليوم باسم حركة الشباب الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة نشكر لجنة أخوات دلال تابعة حركة الشباب الطلابية على تنظيم مثل هيك بازار تحت اسم بنفسج. طبعا احنا اليوم عندنا عده فعاليات من ضمنها اللي هو البازار، من ضمنها برضه ندوه عن التجميل للطالبات، في عندنا برضه احياء ذكرى يوم المعاق العالمي، وبرضه في عندنا درس ديني للطالبات في المصلى. طبعا هذا اليوم مليء بالانشطه بمناسبه نهايه الفصل الدراسي قرب نهايته وانتهاء امتحانات السكند والقرب من بدايه امتحانات الفاينل. نتمنى للطلبه التوفيق بامتحاناتهم، نتمنى لهم التميز والنجاح باذن الله تعالى. طبعا برضه احنا بنوعدهم باسم حركه الشباب الطلاب من اتحاد الطلبة نحن نبقى بجانبهم بجميع الانشطه بجميع الفعاليات وبكل ما يحتاجونه باذن الله تعالى. حبينا نعمل هاي الفعاليه للطالبات، اخترنا يوم لون بنفسج او اليوم اسمه بشكل عام بنفسج لانه هذا اللون هو اللي بيلمس كل الطالبات، وكان في تصويت والطالبات هم اللي اختاروا انه تكون الفعاليه هيك. طبعا اليوم هذا بتضمن اكثر من فعاليه، كان عندنا اليوم اللي هو الافتتاح البازار متعدد الزوايا مثل ما انتم شايفين لكل الطالبات، عندنا ندوه عن التجميل على الساعه 11 وعلى الساعه 12 كمان في درس ديني بمصلى الطالبات. طبعا بنشكر دكتور نور ابو الرب وبنشكر مجلس اتحاد الطلبه، وان شاء الله في فعاليات قادمه اجمل بكثير.